وللحديث عن الانتخابات العراقية والنتائج الأولية، وسط التأكيدات أن نسبة المشاركة في التصويت لم تتجاوز 15%، معنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا سيد حسين، حياكم الله. وعبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك معنا سيد زياد. اهلا وسهلا، حياك الله وتحياتي لك وللجمهور الكريم والاستاذ حسين السبعاوي المحترم. اهلا بكم. ومن بغداد ارحب بالناشطه في التظاهرات الدكتوره آلاء عبد اللطيف. اهلا بك معنا دكتوره آلاء، ستكون معنا بعد قليل بحول الله. استاذ حسين، ابدا معك. اخر ما قالته بعثه يوناميت في بيان مقتضب، نعم، ان نسبه المشاركه في الانتخابات البرلمانيه في العراق كانت مخيبه للامال. ماذا يعني هذا الاعتراف وما تأثيره المستقبلي على المشهد السياسي؟ يعني عندما تكون المشاركة متدنية جدا بغض النظر عن ما أعلنته المفوضية، أعتقد معناه هناك يعني أغلبية رافضة لهذا النظام السياسي، أغلبية معارضة لما يجري في الساحة العراقية. هذه الأغلبية لها رأي سياسي آخر، وليس أغلبية نائمة ولا أغلبية معطلة، بل هي أغلبية لها رأي سياسي آخر مختلف عما يدور في الساحة العراقية. ولا يختلف اثنين بأن الأغلبية هي الأغلبية من الشعب العراقي قاطعت الانتخابات. ولكن أحب بس أعلق على بيان المفوضية، أن المفوضية لم تحسب الأصوات الوطنية، أي بمعنى كافة المجتمع العراقي الذي حق له الانتخاب. حذفت المهجرين تقريبا 3 إلى 4 ملايين، لم يسمح بالمعتقلين بالتصويت، سمحت فقط ب 600 معتقل بالتصويت. هذه الأصوات كلها عندما حذفتها ممكن أن ترفع نسبة المشاركة، ولكن هذا لا يعني أن يعني ما جرى من انتخابات بهذه النسبة التي ذكرتها، بدليل قول بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة أنهم شهدوا بأن هذه الانتخابات كانت يعني نسبة المشاركة فيها ضئيلة جدا. نعم. أستاذ زياد، نتوقف عند ما قاله مقتدى الصدر اليوم عندما تعهد بمنع فوضى السلاح ومحاربة الفاسدين والحديث عن ثورة إصلاحية. هذه الكلمة ما مدى مصداقيتها لدى الشارع العراقي بعد هذه المقاطعة الواسعة؟ نعم أخي الكريم، الحقيقة الكل يعلم بأن ما صرح به الصدر هو اشترار الشعارات التي تقوم بها الطبقة السياسية، والكل ينادي بتلك الإصلاحات، ومن ضمنهم مقتدى الصدر الذي ينادي بحصر السلاح بيد الدولة، علما أن هذا الشخص يمتلك كان جيش المهدي الذي أوغل في دماء العراقيين والكل يعلم ذلك، ثم لديه الآن ميليشيا مسلحة غير رسمية وغير قانونية إلا بموجب قرار من البرلمان وتحت ضغط معين تم تشريعه. الحقيقة مقتدى الصدر هو يمتلك من أكبر الميليشيات في العراق، وكيف له أن ينادي بحصر السلاح بيد الدولة وهو الذي ينتهك هذا القرار؟ هذه مزايدات لا أكثر ولا أقل، ورسائل إلى دول الجوار لتقبله مقتدى الصدر كزعيم سياسي و كشخص سيكون مسؤول عن رئيس الوزراء. مهما يكون رئيس الوزراء القادم، سيكون مقتدى الصدر المسؤول المباشر عليه ويأمره بكل تأكيد. وهنا الطامة الكبرى، أكيد ما حدث في العراق هو الحقيقة استال الستار عن آخر المهازل الانتخابية أو المهازل السياسية في داخل العراق، وأصبح الأمر واضحا للمجتمع الدولي الذي دخل في العراق مع مفوضية الانتخابات لكي يتم حسب النسب الحقيقية. النسبة الحقيقية الحقيقة لم تحسب باعتبار أن هذه النسبة 41% هي من عدد الذين استلموا بطاقات، أما الذين لم يستلموا بطاقات أكثر بكثير، وهذا يدل على أن النسبة لا تتجاوز 10 إلى 12% كأقصى تقدير، وليس حسب ما بعض الأخوان يتفاءلون 15%. إذن الشعب العراقي الحقيقة قال كلمته ولم يعد يصدق لا مقتدى الصدر ولا غيره، وأصبح واضحا للجميع بأن هناك أشخاص فازوا ب1000 صوت و2000 صوت، وهذا لا يدل على القاسم المشترك وهو 100,000 صوت. إذن هناك خلل بالانتخابات وخلل بالعملية السياسية وخلل كبير جدا يجعلنا
لا يمكن إصلاح هذه العملية، وإنما إنهاء هذه العملية من جذورها نعم واجتثاثها، والحقيقة البحث عن مخرج آمن للعراق بعيدا عن الطبقة السياسية. سيد حسين، نبقى في موضوع مقتدى الصدر وما قاله، وهو أحد أهم الشركاء تياره نعم في الحكومة السابقة، ولم يحقق أي من هذه الوعود التي يتكلم عنها الآن بعد انتهاء الانتخابات. هل تعتقد أن هذه مجرد رسائل لخصومه السياسيين بشأن تقاسم الغنائم وتقاسم السلطة في المرحلة المقبلة؟ يعني أنا لا أعتقد لا السيد مقتدى الصدر ولا من كان قبله ولا من يأتي بعده يستطيع أن يشكل حكومة عراقية، لأنه تشكيل الحكومة العراقية ليس على ضوء نتائج الانتخابات. لدينا 4 حكومات تشكلت في العراق ليس على ضوء نتائج الانتخابات. إنما 2010 فازت القائمة العراقية ولم تستطع تشكيل حكومة شكلها نور المالكي. 2014 فاز نور المالكي ولم يستطع تشكيل حكومة شكلها العبادي. 2018 فازت سائرون مقتدى صدر ولم يستطع تشكيل حكومة، جاءوا بعادل عبد المهدي والمجلس الأعلى. 3 انتخابات مرت على العراق والفائز لا يستطيع تشكيل حكومة، بمعنى أنه العامل الخارجي هو الحاسم في تشكيل الحكومة، وخاصة إيران والولايات المتحدة. بمعنى أنه السلطة التنفيذية شيء والبرلمان شيء آخر، والعامل الخارجي هو الحكم وهو الحاسم في تشكيل وهذا الحكومة. وهذا ما جاء في وصول إسماعيل قاآني. نعم، والبيان الذي يعني تكلم به مقتدى صدر أو الذي صدر عنه ما هو إلا الاستهلاك محلي وإعلامي، لأنه لا يجرؤ أن يتخذ أي قرارات، هو كان يرفض التدخل الخارجي. هل يستطيع سيد مقتدى الصدر أن يوقف التدخل الإيراني في العراق والأميركي ويرفع يمنع وجود قواعد أميركية؟ أنا هذا يعني أستبعد هذا الأمر، ولكن هو يعني هذا الكلام للجمهور والاستهلاك المحلي. الاستهلاك المحلي بالدرجة الأولى. طيب، أتوقف مع الدكتورة آلاء عبد اللطيف الناشطة في التظاهرات من بغداد. دكتورة، كما قالت معظم الوكالات والتقارير بأن الانتخابات أو المشاركة كانت مخيبة للآمال، هناك أيضا كان هناك تصريح لإياد علاوي قال فيه أن المقاطعة الشعبية أثبتت فشل النظام السياسي ورفض العراقيين للعملية السياسية، وأهمية هذه الأصوات أنها تخرج من داخل العراق وعلى ألسنة من هم جزء لا يتجزأ من هذه العملية السياسية. نعم، مساء الخير عليكم جميعا. أهلا وسهلا. حقيقة الموقف اللي اتخذ الشعب العراقي يوم أمس بالمسرحية الهزيلة اللي عملتها الحكومة تحت مسمى الانتخابات كانت عبارة عن صفقة بالوجه لهذا النظام السياسي البغيض، بل هي جعلت هذه من تسمي نفسها قوى سياسية بمواجهة مع حقيقة حجمها أمام هذا الشعب. نحن سابقا أيام ما كانت ذروة الاحتجاجات كنا نتفاجئ أنه بعض الشرائح من المجتمع العراقي كانت لا تستطيع المشاركة علنا بهذه التظاهرات، لكن يوم أمس جميع شرائح المجتمع العراقي أعلن أكبر عملية، أكبر ممارسة سلمية، وهي الاعتيان المدني، اعتيان لما يسمى بالعملية الانتخابية. المقاطعة أثمرت، المقاطعون أثبتوا أنهم الكتلة الأكبر من الشعب العراقي الرافض لهذه العملية المشوهة، وأن ما يجري من استعراضات حول من فاز ومن خسر هي عبارة عن استهلاك يعني لا أكثر. الشغلة الثانية اللي أحب أنوه عليها أن بعض القيادات الدينية أصدرت فتاوى لحث الناس على المشاركة بالانتخابات، ولكن الناس لم تأبى. يعني إذا نرجع إلى الذاكرة إلى 13 سنة ماضية كانت هذه الفتاوى لها حيز من كل الجماهير. نعم، مع مستوى الوعي تطور بشكل كبير بحيث
أصبح على ثقة تامة إنه مهما صدرت من دعاوى، مهما صدرت من فتاوى، إنه هذا هذول الجهات لا 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 غير معنية بالشرائح المجتمعية العراقية على مستوى المواطن، وإن هدفها الأساسي هو عملية ليست المشاركة بالغنائم، وإنما أصبح وصلنا إلى مرحلة الاستئثار بالسلطة والحفاظ على غنائمهم لجهة معينة تسمي نفسها الفائز. نعم. طيب أستاذ زياد، السؤال يدور الآن، هل يعني تدرك أطراف العملية السياسية طبيعة هذه الأزمة وتعقيداتها؟ بمعنى هل تصارح نفسها بأن هناك مقاطعة واسعة ورفض شعبي واسع، وبالتالي مصير هذه العملية السياسية التي يجب أن تنتهي برمتها كما تفضلتم سيكون مصيرا قريبا؟ لأنه كان هناك سنتين، عامان كاملان من السجال والانتفاضة والثورة نجمت عنها إسقاط حكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، والآن مقاطعة جماهيرية وشعبية واسعة، ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ الحقيقة الطبقة السياسية تدرك جيدا بأنها مرفوضة شعبيا من قبل أبناء العراق، لكن هي تراهن على المواقف الدولية التي أمنت الغطاء السياسي لبقاء هذه الزمرة الجاثمة على صدور العراقيين. هؤلاء الأشخاص يدركون بأن مستقبلهم ليس في العراق، والدليل أن أغلب عوائلهم هم خارج العراق، مدارسهم خارج، مدارس أولادهم خارج العراق، جنسياتهم مزدوجة، أملاكهم خارج العراق، أموال الفساد يتم غسلها خارج العراق، تجدهم في عمان وفي إيران وفي تركيا وفي لندن وكل الدول الأخرى، وعوائلهم أولادهم وضعهم مراجعاتهم الصحية يعلمون جيدا أنهم لا يستطيعون بناء مستشفى ولا يوفرون تعليم جيد، لذلك تجد أن كل مصالحهم خارج العراق، ولكنهم يقتادون على قوت الشعب العراقي، على مصالح الشعب العراقي، يزايدون عليه، يدخلون في سجالات طائفية، في حروب داخلية، يدخلون في مشاكل، في تحقيقات، المهم مثل الطفيليات يعتاشون على جسد العراقي. هذا المناخ الذي لهؤلاء الطفيليات الموجودة في العراق وضعه المحتل ثم المجتمع الدولي الذي وجد ضالته في تلك الشخوص على أن يبقى العراق بما هو عليه، أن يبقى بدون مشروع، بدون أن يأخذ دوره الريادي، بدون أن يأخذ حجمه الحقيقي العراق، تلك ذلك البلد القوي الذي يسيطر بطريقة أخرى على المشهد السياسي في الشرق الأوسط وفي حتى في معظم دول العالم، وكان محور مهم جدا وأوقف غزو إيران 8 سنوات. هذا الوضع، هذا المناخ ملائم جدا لهؤلاء الأشخاص الذين يبقون، لذلك دائما ما يلتجئون إلى الاستفادة قدر الإمكان وبناء امبراطورياتهم المالية والعقارية ومصالحهم خارج العراق، لأنه لا مكان لهم في داخل العراق، ويعلمون جيدا بأن المجتمع الدولي إذا ما قرر تغيير هذا النظام في لحظة ما لتقاطع مقاطعات سياسية معينة ستجري، بكل تأكيد سيستلم أبناء الشعب العراقي زمام الأمور وسيحاسبون هؤلاء القتلة وإن حتى خرجوا خارج العراق. فلدينا آلاف الشهداء وآلاف المفقودين وعشرات وملايين المهجرين، هؤلاء يجب أن يدفعوا الثمن ما قاموا وارتكبوا واقترفت أيديهم من سفك دماء وتهجير وقتل وتنكيل وسرقة أموال، وإلا كيف نفسر فقدان أكثر من 1150 مليار منذ عام 2003 لحد الآن؟ نعم. وهذا يدفعني للسؤال أستاذ حسين، عن ما الذي ينتظر العراقيين من حكومة ستنبثق عن هذه الانتخابات ذات المشاركة الضعيفة جدا والمخيبة للأمال كما وصفت؟ ماذا سيستفيد العراقيين؟ يعني هي حكومة ستكون مزيد من الفساد، يعني كسابقتها من الحكومات لن تختلف عنها. أنا قلت أنه العامل الخارجي هو الحاسم في تشكيل الحكومة وليس العامل الداخلي ولا حتى البرلمان، بدليل لكنه لا يضمن بقاء الحكومة أستاذ حسين، يعني إذا شكلت لا يضمن بقاءها. أنا أعتقد الحكومة القادمة لن تستطيع إكمال 4 سنوات كما يعني على غرار حكومة
حكومة عادل عبد المهدي لن نمضى عليها سنتين وانتهت، لأن هناك مشكلتين، مشكلة مع عموم الشعب العراقي، وهناك مشكلة أيضا أضيفت لهذه المشاكل، مشكلة داخل المكون الشيعي، شيعي شيعي، لأنه مقتدى الصدر عندما حصل على أكثر من 70 مقعد، بينما قائمة الفتح لم تحصل على 14 مقعد، وهي تمتلك عدة ميليشيات مسلحة داخل الساحة العراقية، وكانت يعني تتكلم عن أن تكون هي الكتلة الأكبر ومنها رئيس الوزراء، فكانت لها صدمة. وأعتقد الآن هم الآن في هذا الوقت هم في اجتماع طارئ، قد يجوز يرفضون نتائج الانتخابات، وبالتالي أعتقد أي حكومة تأتي لا تستطيع أن تبقى 4 سنوات ولا تقدم أي شيء من خدمات إلى الشعب العراقي. أما ما ذكروه وكأننا دخلنا مرحلة استقلال من جميع القوى الخارجية، هذا أمر مستبعد جدا، هي امتداد الانتخاب للحكومات السابقة. نعم دكتورة آلاء، العامل الشعبي من العوامل المهمة جدا والمؤثرة في ليس فقط في سير هذه العملية الانتخابية التي لاقت مقاطعة شعبية واسعة، وإنما أيضا في سير العملية السياسية في السنوات الأخيرة. هناك إدراك شعبي كبير كما تفضلت، وهناك أيضا محاولة شعبية دائما لتحقيق بعض من المطالب الحقة التي يرفعها الشباب في ساحات التظاهر، وهي قادرة بالفعل على أن تحدث تغييرا ما كما جرى خلال السنتين الماضيتين. كيف تتوقعين أن يكون العامل الشعبي وما يتعلق بأداء الشباب في ساحات التظاهر رفضا لما يحدث الآن؟ نعم، نحن نعرف كلنا أنه الإرادة الشعبية وقلناها هذا المنحي كانت الاحتجاجات والثورة في دولتها تقف أمام الإرادة الشعبية خسران، لكن للأسف هذه القوى السياسية المنضدة حاليا والمرتهنة إلى القرار الخارجي لم تعرف حقيقة ما يجري داخل شعب متأزم من 18 سنة تجارب مريرة مر فيها، لا خدمات، لا تعليم، لا صحة، لا ثقافة، لا انحدار مستوى البلد اللي كان يشار إلى بالبنان. لا يمكن أن يستطيع شعب يعني صراحة أخذ وقته باتخاذ القرار. نحن سبق وأن قلنا لهم أن ما قبل تشرين ليس كما بعد تشرين. هاي تشرين كانت كسرت حادث الخوف لدى الجماهير. أنا اللي أتوقعها انه راح نمر بفترة الحكومة الحالية راح تبقى حكومة كثير أعمال، لأن الخلافات اللي بين اللي موجودين والمتنازلين على السلطة راح تكون كبيرة جدا، وهذا ما حذرنا منه ورفضنا ومقاطعتنا ليس في وقتين الانتخابات. نحن ناس نؤمن بالعمليات بالممارسات الديمقراطية، لكن مقاطعتنا كانت بسبب انضمام هذه القوى للإعلام المنافق الغير صادق وأيضا للمال السياسي، فشي أكيد راح تكون النزاعات بينهم كبيرة، لكن الشعب إلى وقته، وأنا أتوقع بالأيام القادمة راح يواجهون ثورة شعبية عارمة، حتى الشرائح اللي ما اشتركت فيها راح تشترك فيها. نعم أستاذ زياد، ربما ذلك لأن هناك مأزق وجودي تعاني منه أحزاب العملية السياسية، وقد ذهبت إلى الانتخابات المبكرة في محاولة للتخلص من هذا الشعور بالمأزق الذي تعيشه، لكن يبدو أن الفشل وعدم المقدرة على إدارة أمور البلاد سيكشف يعني أداءها السيء مرة أخرى بعد تشكيل الحكومة. الحقيقة هو منهج ثابت، وإن تغيرت الوجوه وتدوير النفايات تبقى السياسات في داخل العراق بعد 2003 ثابتة، يعني عدم محاسبة المجرمين، عدم محاسبة الذين يعتقلون بدون مذكرات قضائية، عدم محاسبة الذين يقتلون في داخل السجون العراقية، عدم محاسبة الفاسدين الذين يسرقون مليارات، توزيع المحاصصة، السفراء، المناصب من رئيس قسم حتى إلى مدير عام وإلى وكيل وزير ووزير، كل تلك الأمور هو يعني منهج ثابت، ديدا ثابت لدى هذه الحكومات المتعاقبة. تغير فلان أو فلان، الاسم يتغير لكن المبدأ ثابت، من يدير فلان ومن جعل فلان يفوز بالمال الفاسد يستبدله بآخر، وهكذا تستمر العملية. الحقيقة العراق اليوم تحت تأثير خارجي بشكل واضح،
وهذا التأثير نشاهده في كل انتخابات من يشكل الحكومات هما إيران والولايات المتحدة، وإن كان اللي دور إيران اليوم أكبر وسطوة أكثر ونفوذ أكثر، ولكن بالمحصلة الحقيقة العراق بلد مستباح، بلد محتل، وإلا كيف نفسر وجود قائد الحرس الثوري الإيراني قاعاني في بغداد؟ فلذلك هذا الديدن ثابت ولن يتغير، والحقيقة الفشل قادم بكل تأكيد، فلا يوجد تغيير في المعادلة، المعطيات ثابتة على الساحة، لذلك النتائج لن تكون مختلفة. اليوم لو كانت هناك معطيات أخرى، أرقام أخرى، عوامل أخرى، لربما ننتظر نتيجة أخرى، نعم. ولكن بما أن الأحزاب التي فازت اليوم والنتائج التي أعلنت هي نفسها فلا يتم التغيير، فالمال الفاسد باقي، لذلك ننتظر الحقيقة فشل جديد، وننتظر ثورة تشرين واستمرار، وهي الخلاص والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الطبقة السياسية عن طريق ثورة حقيقية عارمة لا تقبل بالإصلاحات والترقيعات التي تقوم بها الطبقة السياسية، وإنما بعمل جذري في داخل العراق و التخلص من هذه الزمرة التي جاثمة على صدور العراقيين. وهذا أستاذ حسين ما بدأ فعلا في تشرين أول 2019 عندما انتفض الشباب في ثورة عارمة واستمرت فترة طويلة رغم كل أدوات القمع. السؤال الآن، يعني المعطيات التي بين أيدينا ما بين نسب ضعيفة كما قالت التقارير لم تصل إلى 15% ومحاولة تزوير الإرادة الشعبية بمقاطعة الانتخابات والقول بأنها 41%، وما بين حقيقة موقف الشارع العراقي من هذه الانتخابات ومن هذه الأحزاب والعملية السياسية، يبقى السؤال قائما عن دور الشارع العراقي في المرحلة المقبلة تجاه ما يجري الآن. أنا أعتقد الشارع العراقي سيعيد تنظيم نفسه، خصوصا ثورة تشرين قد يجوز تستخدم آليات جديدة، وسائل جديدة، أما هدفها باقي والهدف الوطني إزاحة هذه الطبقة السياسية الفاسدة، عدم التدخل في الشأن الداخلي، عدم اعتماد الطائفية كمبدأ في إدارة الدولة، محاسبة الفاسدين. هذا المنهج، الأربع نقاط التي اعتمدتها ثورة تشرين، أعتقد ستعود. وبنفس الوقت قد يجوز ممكن تغير بعض وسائلها وبعض آلياتها، منها مثلا العصيان المدني أو غيره من الوسائل الأخرى التي تعتمد لدى الدول المتقدمة، ولكن ستفرض نفسها على الشارع العراقي وعلى الحكومة العراقية، وسوف يحترمها المجتمع الدولي وتفرض نفسها عليه ويعترف بها. نعم، المجتمع الدولي كما قلت يعني هناك إجماع على ما يبدو من ضيوف الكرام أن المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذا الأداء المتردي وعن النسبة الضعيفة، وكأنه يريد أن تتجه الأمور إلى تشكيل حكومة جديدة أيا كانت وبغض النظر عن حجم الانتهاكات الذي يرتكب ضد الشعب العراقي. يعني هي الأمم المتحدة منذ 2003 وإلى الآن هي كانت جزء من المشكلة ولم تكن جزء من الحل. نعم. منحازة إلى الأحزاب الطائفية والحكومات على حساب الشعب العراقي، موقفها معلوم لم يتغير، لكن في هذه الانتخابات أحرجتها بعثة الاتحاد الأوروبي عندما استبقتها وأعلنت عن نسبة المشاركة المتدنية، فأحرجت بعثة الأمم المتحدة، ولكن إلى متى تبقى بعثة الأمم المتحدة تستمر في دعم هؤلاء؟ أعتقد الوقت بدأ يضيق، الشعب العراقي بدأ يتململ وينتفض، ما عاد يثق بتقارير الأمم المتحدة وموقفها من الانتخابات، سواء يعني مواقفها المسبقة أم موقفها من الحكومات وما تتشكل عنه من هذه الانتخابات، أعتقد ما عاد يثق بها، ولهذا سبب فقدت مصداقيتها داخل الشعب العراقي. نعم. دكتورة آلاء، أخيرا معك، يعني ملخص ما جرى حتى الآن هو انكشاف العملية السياسية، انكشاف أحزابها أمام الوعي العارم لدى الشعب العراقي الذي منح العملية السياسية وأحزابها أكثر من فرصة طيلة الأعوام الماضية، ولم يكن هناك إلا الفشل ومزيد من الدمار والخراب في البلاد مع الأسف الشديد. الآن هناك استراتيجية جديدة تتبعها الجماهير العراقية على ما يبدو من خلال المقاطعة الواسعة، من خلال الانتفاضة التي سبقت، إسقاط الحكومة السابقة، وربما هناك كما تفضل السيد حسين هناك أدوات أخرى واستراتيجيات أخرى سيلجأ إليها الشارع العراقي. نعم، بالتأكيد هناك الكثير من الممارسات والخطط التي بالنسبة لنا احنا كقيادات للحراك الشعبي موضوع في حسمان، لا في شيء يعلن في حينه حتى ما يتفق عليه القيادات في المحافظات، لكن الموضوع ذاهب إلى تفصيل أكبر. الموضوع أنه احنا حاليا منظمين صفوفنا وفعلا بدأنا
في الاتجاه الى المجتمع الدولي ورفض بعثة الأمم المتحدة إلى العراق. يعني لو كانت اليوم بعثة يونان مؤيدة المفوضية العليا للانتخابات بإعلانها عن 41%، كان الموضوع أخذ منحى آخر، لأنه هذه البعثة أثبتت أن الأمم المتحدة هي مجرد شركة تابعة للأمريكان. الأمريكان يوجهوها لحق ما يريدوها، وهذا النظام قدم أمريكا وقدم بقية المتآخرين على غزو العراق، بل اصبح العراق بمثابه البطل يصير ذهب الى هؤلاء. نعم. طبيعي انه يحافظون على هذا النظام، واكبر دليل انه هو ما اعلنته مجموعه ال 12 قبل الانتخابات من حق الجماهير على المشاركه، وهم يعرفون حتى المعرفه انه نظام صنعي قاسي عميل الى من اخذ القدم الى هامه الرئيس. نعم. لهذا احنا جماهيرنا متجهه الى التصعيد ومتجهين الى المجتمع الدولي لايقاف فكره فساد هذا النظام، وخصوصا انه الامم المتحده وضعت مراقبين، لكن هم خالفوا شروط المراقبه منذ قانون الانتخابات الجديد، اذ لم توضع اللجنه النظاميه الدنيا لحد الاسهل كانت مئوية للمشاركة، ولهذا لا توجد، لا نعرف إذا إنه كانت 1% حسب ما أعلنت ممثلة الأمين العام هي راح يعترف بها. طب هل من المعقول إنه الاعتراف بهذا العدد النسبة القليلة وغض الطرف عن 80% من الشعب العراقي قاطع ورفض هذه الطبقة السياسية؟ الموضوع ليس في حكومه واسقاط حكومه، وانما في اسقاط منظومه سياسيه ونظام بالكامل اسعى به المحتل اثناء غزوه الى العراق عام 2003. نعم. نتوقف هنا مع السيد زياد اخيرا عند مثال مهم. استاذ زياد، المقاطعه الشعبيه الواسعه في محافظه نينوى مثلا كانت كبيرة، وهناك يستمر الدمار وتستمر الوعود أيضا بالإعمار. ماذا تبقى لهذه الأحزاب من أكاذيب وتزييف حتى تنطلي على الشعب العراقي؟ لم يتبقى شيء حقيقة، وذلك عن قناعة تامة لدى أهلنا في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، والدليل أن هناك مراكز انتخابية لم تصل نسبة التصويت فيها 10% أو أقل، وهنا الحديث عن هذه النسبة البسيطة نتيجة مال فاسد أو ضغط أو منافع شخصية أو جمهور ثابت لبعض الأشخاص. هناك الكثير من الشخصيات المعروفة في مدينة الموصل لم تفوز، مثل أسامة النجيفي وغيره. الحقيقة هناك ملل وامتعاض شديد جدا مما يجري، 4 سنوات في محافظة نينوى بدون إعمار، بدون مستشفيات، بدون جسور، بدون مطار، الحجج كثيرة وواهية، الأموال موجودة وكل شيء موجود لكن لا يتم الإعمار. إذن هناك فشل متعمد، فشل يعني تم معاقبة هذا الفشل بعدم دخول هذه العملية السياسية ورفض هذا الأمر. والكثيرين من الناس الحقيقة لا يرغبون بالمشاركة أو حتى اقتناء بطاقة الناخب رغم التهديدات بقطع حصة تموينية، وهناك يعني عقوبات معينة، ولكن الكل أجمع على أن العملية السياسية بكل مخرجاتها فاشلة. الحقيقة الوضع هو بصورة عامة في كل العراق وليس في محافظة نينوى فقط. لا يطاق، يعني حتى المناطق التي لم يدخلها داعش، حتى المناطق التي لم تدخلها الحروب والمشاكل تبقى شبه معدمة. الناس خط الفقر في محافظة المثنى يفوق دول أفريقية، إذن تشهد مجاعة، إذن هناك مشاكل. هذه المشاكل عبر عنها الشعب بعدم المشاركة في الانتخابات وقال كلمته، ولذلك ننتظر الأحداث القادمة التي ستشكل وجه العراق الجديد، وإن شاء الله ثورة جديدة بإذن الله تعالى تقتنص حق الشعب العراقي وكل استحقاقاته من هذه الطبقة السياسية بإذن الله تعالى. الصحفي العراقي من فيينا السيد زياد السنجري، شكرا لك. شكرا لضيفي في الأستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، والشكر موصول لضيفتنا عبر الخط الهاتفي من بغداد الدكتورة آلاء عبد اللطيف الناشطة في التظاهرات.